وبالنسبة لآداب الدعاء، ما هي آداب الدعاء يا شيخ؟ آداب الدعاء كثيرة، منها أن يدعو الله جل وعلا بإخلاص ولا يدعو معه غيره، فلا يدعو إلا الله جل وعلا، قال جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. فهذا من أعظم آداب الدعاء. ومنها أن العبد يقر بضعفه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه ليس بغنى عن الله عز وجل. وكذلك من آداب الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن، بل يكون موقنا بالإجابة إذا دعا ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم.